الشباب كله دلوقتي بقى متعصب، وبقى للأسف أحيان كتير التعصب ده بيوصلنا العنف، والدنيا بقت زحمة حوالينا، سوشيال ميديا ناس بتتعصب وبتتخانق وبتختلف عليها بشكل حاد جدا، نقاشات الشباب في الأماكن المختلفة اللي بيروحوها، حضرتك شايف القضية دي إزاي؟ هو طبعا يعني لو حضرتك وجهتي لي السؤال برضه هقول لك لا انا مش متعصب جدا ومتسامح. لكن دي فكرتي عن نفسي، مش بالضروره تكون هي الصحيحه. وممكن اكون انا متعصب ومش دريان. هو طبعا يعني مفهوم التعصب في مشكله كبيره، سواء مشكله من الناحيه الفكريه او مشكله من ناحيه السلوك الاجتماعي. المشكله الفكريه هو اعتقاد الانسان بانه عنده حقيقه مطلقه لا يتطرق اليها الشك، وده يعني بيخليه بقى يعني خلاص هو ده الحق، ويفضل بقى متمسك بيه ويحارب من يعني ايه يشك في هذا الكلام ويعتبره على ضلال. ودي مشكلة كبيرة لحسن الحظ في تاريخ الفلسفة في مجموعة من الفلاسفة اسمهم الشكاك، اللي هم ييجوا على أهم حاجة احنا معتزين بيها ويخلوا الشك يتسرب إلى أنفسنا. ودي حاجة كويسة جدا، مش معناه ان احنا نضحي بما نؤمن بيه، بس بيخلونا على الاقل نقول والله الامر يحتمل وجهات نظر، وانا مستريح لوجهة النظر دي، لكن ربما غيري. عندنا مثلا فيلسوف برتراند راسل بيقول كل لو جمعنا كل احكامنا في الحياة اللي احنا واخدينها هنلاقي الجزء اللي يمثل الحقيقة 1.5-2% بالكتير، 98% من احكامنا اسمها الرأي الراجح. بمعنى انا شايف انه ده اقرب الى الصواب، لكن انا مش متاكد 100%. مجرد اعتقادي ده بيخليني اما حد مش مقتنع بقول ما هو طبيعي، ما اكيد يعني هنا ده بيخلي الواحد يتحمل فكره انه حد ما يكونش موافق على رايه. وعشان كده احنا يعني في الفلسفه بننتقد بقى ما يسمى الدوغماتيزم او النزعه العقائديه او الدوغماتيقيه، اللي هي ايه بقى، اللي هو واحد عنده مجموعه معتقدات سواء فكرية أو سياسية أو دينية يعني، وهي دي الصح، ومش مستعد حتى أنه يقبل رأي شخص آخر في ما يكونش متفق معه على صحتها المطلقة دي. فده يعني جزء من الناحية الفكرية، معناه العقل مش مرن أنه ممكن يسمع الرأي الآخر ويشوف يعني ربما سمع حجج لناس يعني أقنعته ويغير رأيه. ده مش عيب، ده بالعكس ده جزء من حيوية العقل. وأنا أما تخيل يعني أفكار كنت مؤمن بها زمان وتخليت عنها، مش عارف ليه، بس أنا مبسوط إن أنا تخليت عنها، لأن أنا ساعتها كنت يعني أعمى وماشي وخلاص، منحاز ناحية فكرة معينة بالضبط. سواء رأي عن الستات، سواء رأي عن الجيران، سواء رأي عن كذا، بلاقي كان عندي دايما آراء سلبية، وكويس إن أنا خلصت منها، لأنه يعني قريت وفهمت أو سمعت أو شفت خبرات تانية علمتني حاجات أخرى.